مستيات بيتنا سلام انت عنا نمني لكم ابي ملع علمكم كم مستيات بيتنا ابي مكتتال تركبو كبرات تخاتلتنا نايلوم مدبنا كاب واشنطن دي سي حبرات منقسات امريكا ازفن نزلو تمالي قدماي وعلا ساتلاي تلفزيون اريسات ابي واشنطن دي سي تخايدو نيرو نزب زمل قدما مستيات بيتنا نتنوح ساعتات زو سده قدماي وعلا اريسات بحصر زبله ملكعو صوميقا اقريبات الله مكتتالكم يعدم تمالي أبي واشنطن دي سي حبرات منقسات أمريكا استخايد قدما وعلى ساتلايت تلفزيون إريسات فولي زغبرو فتامي قدات إمباسي أمريكا أبي أسمرا ستيفن ووكر بغتتا كاب أسمرا مس ساتلايت تلفزيون إريساتن كومودما مس هزبي إيرتران بمرخابي أتي لعلواي حلافي إمباسي أمريكا أبي أسمرا بزعبا هلو كونتات هاجرنان كبابينان كومودما زمدنا إيرتران امریکان زملکت سفیح مبرهی هیبو که به حزبی زغربلو حتتا دما ملیسو. سرعت گدف نتی تمالی بغتتا که به سمرا استخایده رکب ایریساتن فتسامی گدهت امباسی امریکا به سمران فتسیمو که عکتو بزیم خالو کبید دیپلوماسیاون پولیتیکاون ودکت زرعیلو معلتی بمبارو حیالو دلیت فتحی حقوسوم که گلسو و علام نیرم. ابتی ادراش زنبره حزبون بتماسه سالی نتي قال محتد ويدما نتي استوهبه مدرن حتون ملسن بصمونا ايو تخاتاتيلو ونيرو so we can't provide direct we're not allowed to provide nor have we been asked to provide direct humanitarian assistance but supporting the Eritrean people is very important to the United States كابتن مقتصال ساتلايت تلفزيون إيريسات نتهم كابرحقن كاربان زعدمتهم نايت معلتي أغايش ببحادة نام مدرخ بمللاي حاسباتهم كهبون كفسسون عد الفتيرانيرا أبتي تماليز تقبر قدمي وعلا ساتلايت تلفزيون إيريسات صحافي أمريكا وصحافي عركي إيرتران سورة إيرتران هزب إيرتران زنبرة دان كونيل ويون زولو دان كونيل بزعبا تمكرؤو اب نتصنت برسن نايرترا بوليتيكان بسفيحو مبرهي دحر مهابو كم اون غازيتنيا صحافيتن غطاميتن يرغا عالم فسها كاب جيرمان اب واشنطن ترخيبا بزعبا اب ايرترا زغطما نايما اثرت خناتات بخمز صعب اكباب غليص انيرا كابتن نايرغا عالم تو ذا ستيج وذ ا جود كلاب يقني لي كبرك هذا اللي إذا لو ما عندي مساخم دمت أيك تصمبر له حاسيب يزول له أرستي نت أبرس اتزحية لي أصور أبسل ما وق ألسي كم جاله كبرك كم أدخل أبا ولا أبزي معروقة قطامي تاريخه ومدرخ إزمالتك أفلامي وعلى إريسات كومون نزخري تبع قازيت إنيان ناي, مو... ناي حقي بعال مويان ملكياس محرات أب نزخرو زدالو شلمات سنسرعات ونسل زكاتت أبزي قطامي أب منقوخم كوينة دمت أيكت أمبر زعدوني غزيون زحازو لي ادالوتي نايز مدب كبز بلا مسغاناي كاربولوم دسي بلاني نبز بلا صه درجهن مسغغار حصرتات اب مفواس زحغز نصعرن باهغن اوهارتي نايز مدب زمتن نتصبيت تساتفتي زملس عوت وعلا كوين خوص تبني تيلعلي
عسرت تشعت تلكاتيت حاموس مشت أبك في المرمرة عد أبيتو بمرماري ميجر برهانة كبدة أبمون قوز غربو لي حتوتات انتاي راديو تسمعي نايتو قاوم تراديو خيات سمعدو زو الحتوتات يركبو نتس بيز نبري أبمل سيون انتا زي رخبو كابت زوارة دي عدرع كدحنا يكالكون دحر خبابي شدشت أوارح وي شمونت أوارح أب كفل مرمرا مايسروا مكي إلي ساقباه تاس تباه لمرماري كم زبالني انتاي جيري الكي تأسير انتاي جيري تأسيري الكي تحاسبي والحان تخي قبركو تأسيري إلا أحسب من قصي والحان تخي قبركي أسيروني الكي تحاسبي أوا من قصي والحان تخي قبركو أسيرني إلا أحسب أما انت وطيكي من قصي والحان تخي قبركو أسيروني نيرو الكي كتصح فريخي حتو قتسيلو مكيلة اتبأسكحكحي أقبابا مرامرؤون تكانيون أب أبيت ما أسرت عد أبيتون مايسروان قنون زنبرا مرماريو نزنوو قاشاس لزينا بركو كفرحي نتعينا بركون كي إسر انت زي فريحس نتحف مسلني ألا مالي مملي سلو ديحريو نابتا قد محجي حانتي إيميلي إيميلي أزلاتني إلكن يركا حكي إتب الحتو قدسيلو إوه مليسة زخبة دخي سعبة حق تزاربي قدسيلو قدسيلو كالقون سعيبو نقاليقو بتهديد نقاليقو بقوص أرامس زازمو نابش اللي تملسكو حجيخ نقراكم بزيك الميلا جيرا نحادي وعلي زحاتتني أسر نتزنا برا أقات أمس أبس إبالو كوم إلك تملسلو عينا براكن إلاني أوا كوم إلك ملسلو عينا برانن حانتس كابزد عوطون بر كي صحف إيدي تسابر كبلو نيرنو نخوونيو جنانا يلبي زي موهانوس إفلتيو سلازي أحسو خمزنا باركون كفلتيو إلا ما ردأت عاربة أنا سبان سات حيش من بالكو إلى إني تأسر. تحيش من برا نعيون رحقتي نبرتن. جناي جبر كون. نقعك عي جبر كوا. حجي نتشعز بالكوا. يخبر زي كونكوس. يفرصوا محلهم على تي. إذا زرزرات ناي مرمرين بقار زي قاتت بزجبروا. بزجبروا تراي زي كونة. كي جبروا بزد الليو. مخنيات كي ترفى مخنيات كي ترفى نزخفلو واقع ابنتيو اتياب ايرتراز اللو سرعات لسانات ميديا اب معباس يترف امنش او استفلي حساب مخان استفلي حبريتا مسمعون زقصع قبلنا مخان كأير وصل زلو ابرف دي حانت ربع نابكف المرمرة تتقوعكو اسرات اقمتي كلتا شحن عسرتن كلتا سبات اني حومني فلما بحطوتات دحر ما باباتر تسهيلو مني بتهند بتاوز خونه غونص اوي كستت سمبيده مرمراي امخرارون ممرارون كمحرون تمحصينيم انتو خونه محصنتاينت معتا يقرورون محاري مقطقات اي قصيلو دحريو دحر زخلو بوارديات عجيبن ابشلا يتملسكو كل نفسي حابت تقطع بتملاس كأنزا بخوفي حدركو مسرفة ددما جنانا مرمرة تتصوعكو فرحي تسألميتوني هوات كأبيتيا كم زي دحن من البات ونشعو نبشالي كم زي ملس أحسيبو برعد سمعت حاسيبه برعد سمعت تربشة نتواردية ترقي فينا بكفل مرمرة خيدة ثلاثة مرمرة تسأني حومني مكي إلي يساء محاري يساء كبروم سيوم اتزبالوو انت زي آمين اللون انت زي فريم اللون كيموت كوخم زي محروني مكي إلي نجيرني نصحفاتي مزهابو ترقم سلا زي تسامى معكو مغدقات ايك أتزيلون
ከመይለ ኣምድሪ ናብ ምድሪ ከምዝወረድኩ ኣይዝከረንን ሓንቲ እግሪ ምክኤለ ርእሰይ ረጊፃ ምስቲ ምድሪ ኣላ ጊባትኒ መሓሪ ኣፈይ ብሻርባይ ምስ ወተፎ ኣእጋረይ ምስ ስሚንቶ ኣላ ጊብሮ ጌፁ ካብ ክሳደይ ንታሕቲ ካብ ብርከይ ድማ ንላዕሊ ኣብ ዝርከብ ኣካላተይ ኣባትር ዘነበ ኣበርቲዑ ዘነበ ወዲ ዓፋር ንግዳም ተዳህዩ ምክኤለ ፌሮን በትሪ ናምፅእ ድማ በለ ዑስማን ሬድዮን ፌሮን ረጉድ በትርን ሒዙ ነጠበ ኣእዳወይ ብፌሮ ኣሰሩን እሞ ብኣእዳወይ ንኣጋራይን ጠሚረ ክሕዝ ኣዘዙኒ ሓኽልፋስ መሰል ረጉድ ዕንጨይቲ ብመንጎ ኣብራኸይ ብምሕላፍ ኣእጋረይን ኣእዳወይን ኣብ ሓንቲ ከም ዝጥመራ ገበሩ ብሑቆይ ናብ መሬት ድሕሪ ምዕላበይ ፃዕዳ እግረይ ንኣባትር ከም ዝምችእ ኮነ ብድሕሪ እዚ ምቕጥቃጥ ቀፀሉ እዚ ኩሉ እምበኣር ምእንቲ ክስክሕን ንካልኦት መዛነይ መምሃሪ ንክኸውን ጥራዩ ነይሩ ኣብ ስነ ፅሑፍን ሚድያን ምንጣፍ ክሕሰብ ከም ዘይብሉ ንምርኣይ እዩ ነይሩ እቲ ዘሕዝን ግን እዚ ናተይ ኣብነት ዳኣ እምበር እቲ ዝኸፍአ ኣብ ኤርትራውያን እሱራት ዘጋጥም ዘሎ ነገር ኣይኮነን እምበኣር ብዛዕባታ ንልዕልና ሕጊ ዘይትምእዘዝ ትግባረ ቕዋም ከመሳሒታን ሸልቁን ዘፍርሓ ብዛዕባታ ዜጋታት ብሰንኪ ሞይኦም ሃይማኖታዊ እምነቶም ከምኡውን ብሰንኪ ዝተፈለየ ኣመለኻኽታን ሓሳባትን ተሰዊሮም ዝሳቀዩላን ዝሓቁላን ሽማግለታት ከይተረፉ ኣብ ቤት ማሕዩር ዝመቱላ ካልኦት ሰባት ብራዕድን ምዩቕን ዝነብሩላ ከምኡውን ብገደብ ምንቅስቃስ ሙሉእ ምቁፅፃርን ናይ ናብራን ምንቅስቃስን መሰል ብቃልዕ ዝግሃሰላ ብዛዕባታ መንእስያት ብብዝበዛ ዕድሚኦም ዘብልዩላ ህፃናት ብዘይ ወለዲ ዝዓብዩላ ወለዲ ብዘይ ደቆም ዝሽምግሉላ ዝተፈርዱ ምልእቲ ስድራ ኣብ ሓደ መኣዲ ምርኣይ ብርቂ ሕቶ መሰል ከዓ ነውሪ ዝኾነላ ካብቶም ኣብቲ መዓልቲ ብሳተላይት ቴሌቭዥን ኤርእሳት ዕድማት ዝነበሩ ሓደ ኣነ እውን ስለ ዝነበርኩ ሓሳበይ ንህዝቢ ብከምዚ ኣገባብ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ኣቕሪበ ነይረ With that, I am going to introduce the next guest speaker, who is also a very familiar face, who had traveled from far, far away to be with us. Zacharias Karab is here with us, and I'll do a little bit bio to introduce him. Zacharias Karab was born and raised in Eritrea, started from the age of 15, regularly wrote love stories to private newspaper called Wintana. In 2001, when all private newspapers in Eritrea were banned and the journalist was arrested, Zacharias decided to leave Eritrea in the year of 2002. Like many youth of Eritrea, through the Sahara Desert across the Mediterranean Sea. Currently, he resides in Germany and specializes in study for migration and refugee aid. Zacharias published his first book, Paradise Denied, in German, and later the book was translated in English, Tigrinya, and Amharic. He's been working actively for human rights and Eritrean political justice. Since 2014, he's founded his own media outlet, Mestyat Betna. So with that, I would leave you to our wonderful guest speaker, Zacharias. Welcome to the stage. كمي يوعلكم صبوق مبقر بتعميق أني لي ساتلايت تلفزيون إيريسات كم زجيرا وعلى عداليا نوزحة سبات عديمة حدا قم نقر كتقبر كابر حق نعنا بمعدامة كاب لبي يمسقن عخم سرحكم قديفكم نيزي عرفتكم سويقكم أبزم سانا سلزل لكم ናይ ብልቢ የመስግነኩም ብፍላይ ከዓ ሎሚ ነቶም ኣብ ኣሰሮም ንብሎም ዘለና ናይዚ ነፃነት ፕረስ ጀመርቲ
ግን ከአሎሚ መሳና ዘየለው ኩላቶም ብልቢ ከመስግኖ ሚደሊ ፍሳሃ ዮሐንስ ጀሽዋ ዳዊት ሀብተ ሚካኤል አማኑኤል አስራት ዳዊት ኢሳቅ ስዩም ፀሐየ ማቴዎስ ሀብተ አብ ዮሱፍ መሐመድ ዓሊ ስዒድ ዓብደልቃድር መድሃኒ ሃይለ ተመስገን ገብረ የሱስ ስዒድ ኣባዓረ ጸገዝ ኣብ ሳህለን ካልኦትን ከምኡ ውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ብሞት ዝተፈለዩና ጋዜጠኛታት ሚልክያስ ምሕረት ኣብን ኣሮን ብርሃንን ከምኡ ውን ተስፋ ገርግሽ ሃብተ ቀዳማይ ዋዕላ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምዚ እንዳበለ ብምቕፃል ኣማሴኡ ናይ ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ኣዋርድ ወይ ድማ ሽልማት ነፃነት ፕረስ ንክልተ ሰባት ሽልማት ዓዲሉ ነይሩ ተዓወቲ መን ምንባሮም ርኢና ክንምለሰኩም ኢና ምሳና ፅንሑ ነዚ ሽልማት ብቕዕቲ ዝበልዋ ገጣሚት ፀሓፊት ጋዜጠኛን ይርጋ ኣለም ፍስሓ ንሃፍትና ይርጋ ኣለም ነዚ ሽልማት ዝህበለይ ኣባል ቦርድ ኤርሳት ዶክተር ሓድሽ ናብ መድረኽ ሰባሃብ ክረቡ ክልቲኹም ካምፕሎስ ኦኬ ጣቂት ን ኣብቲና ገጣሚት ጋዜጠኛ ይርጋ ኣለም ፍስሓ ምናልባሽ ሃፍትና ይርጋ ኣለም ፍስሓ ንእሽተይ ስምዒታት ተፈራሪቀዋ ክህሉ ክእል እዩ ክትዛረብ ተለልያ ዕድል ክብኣየ ግን ስምዒት እንድሕር ኮይኑ ከዓ ክገድፋየ ንዓኺ ከም ደስ ዝበለክ ፊዮነ ሰይ ሳንቲ ንእሽተይ ክብል ደስ ምበለኒ ግን ብዙሕ ግዜ ዓወት ናይ ሓጎስ እዩ እዚ ኣጋጣሚ ግን ሰባት ኣጥፊእና ንሽለመሉ ዘለና ኣጋጣሚ ስለዝኾነ ቅሩብ ስምዒተይ እንታይ ክብል ከም ዘለውኒ እውን ምርዳእ ኣብየኒ ኣሎ ምክንያቱ ናይ ዓወት ናይ ፅምብል ኣይኮነን ናይ ሓደራ ናይ ፆር ስለዝኾነ ክብረት ይሃበለይ ክብል ዝደሊ ይቀኒልና ይርጋ ኣለም ታንክ ዩ ንእሽተይ ብዛዕባ ይርጋ ኣለም ምሳና ስለ ድዋዕለት ኦልሬዲ ፈሊጥኩም ኣለኹም ይርጋ ኣለም ብዘይገበን ኣብ መዳጎን ህግደፍ ተቐይዳ ስቃይ ዘሕለፈት እያ ካብኡ ድሒር ምውፃእ ኣብ ጎኒ ውፅእ ህዝባ ዘጠው ዝበለት ንፍትሒ ዕድመ ንእስነታ ዝወፍየት ተባዕን በላሕን ፀሓፊትን ጋዜጠኛን እያ ዝተፈላለዩ ግጥምታትን ፅሑፋትን ብምድላውን መፅሓፍ ብምድራስ ኣብ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ግፍዕን ዓመፅን ትስንድን ሰብ ከም ዝፈልጦ ትገብር ዘላ እያ ስለዚ ነዚ ሽልማት እዚ ይበቕዓን ፈረቓን እዩ ይቐኒልና ካብዚ ቀፂልና ነዚ ሽልማት እዚ ብውዕ ኮይኑ መማይ ሽማግለ ዝረኸብዎ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም በራኺ ሎመዓልቲ ምሳና የለን ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም በራኺ ንእሽተይ ብዛዕባ ቴድሮስ ኣብዚ ስለዘየለ ብዛዕባኡ ናቱ ድሕረ ባይታ ክነግር እየ ምናልባሽ ንቴድሮስ ኣብርሃም ክቕበለልና ዝኽእል ዘካርያስ ናብ መድረክ ክፅውዐ እየ ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም በራኺ መስራትን ኣካያድን ትካል ኣሕተምቲ እምኩሉ እዩ እዚ ኩሉ ብዝንሪኦ ዘለና መፅሓፍቲ ንክሕተም ብሰርሕ ዘሎ ሓውና እዩ ማለት እዩ እዚ በዓላይነት ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም ኣብ ሃገረ ሽወደን ቅድሚ 5 ዓመት ኣቢሉ ዝተበገሰ ኣሕተምቲ ትካል እምኩሉ ክሳብ 30 ዝኾኑ ብቋንቋታት ትግርኛ ትግረ ኣምሓርኛ ከምኡውን እንግሊዝ ኣፍሪዩ ክዝርግሕ ክኢሉ ቴድሮስ ንኩሉ መሰናክላት ሰጊሩ ነቶም ንሕብረተሰብ ዘድልዩን ዝልውጡን መፅሓፍቲ ናብ ሕብረተሰብ ብምቕራብ ብዙሕ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ኣብ መንጎ ሓሳቦም ንክገልፁ ተሸጊሮም ዝፀንሑን ፀሓፍትን
ብገዛ ቋንቋታቶም ክበጽሖም ሃንቀው ክሉ ጸንሑ አንበትን ድልድል ብምዃን ባህግታቶም አስቢሩሎም ብተወሳኺ ጋዜጠኛ ቴድሮስ አብርሃም ሓደ ካብ ቀንዲ መስራትን ኣካየትን ናይቲ ሓሳብካ ብነፃ ናይ ምግላፅ መሰል ዝጣበቕ ኣብ ስደት ዝተመስረተ ፔን ኤርትሪያ ዝፍለጥ ናይ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ማሕበር እዩ። ስለዚ ተዓዋቲ ነፃን ተባዕን ጋዜጠኛ ሽልማት ሚልክያስ ምሕረት ኣብ ዮሃንስ 2022 ኮይኑ ምስ ሓፍትና ይርግኣሎም ብሓንሳብ ተሸሊሞም ኣለው። ነዚ ሽልማት ዝህበልና ኣባል ቦርድ ኤርሳት ኣቶ ተወልደ ስቲፋኖስ እዩ። ምናልባሽ ኣብዚ ስለዘሎ ሓውና ዘካርያስ ክብረ ኣብካኒ ነዚ ሽልማት ክቐበለልና እዩ። ዘካርያስ ብሽም ጋዜጠኛ ቴድሮስ ኣብርሃም ብራኺ። ካብዚ ብምቕፃል ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ነቲ ስርሓ ንምድንፍዕ ዝኸውን ካብ ህዝቢ ብማንዛን ብኣካልን ናይ ገንዘብ ድለባ ወይ ድማ ናይ ፋንድራይዚን መደብያ ኣካይዳ ኣብቲ ምሸት ድማ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ንሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ተዋፅኡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ቅድምት መደብ ምዝዛሙ ድማ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ምስ ህዝቢ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ኣዳልያ ነይራ። ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕ ምሸት ህቡባን ድምፃውያን ዮሃንስ ወዲ ትካቦ፣ ዓንዲት ዕቁባይን ቬሮኒካ ሰሎሞንን ተረኺቦም ነይሮም። ህዝቢ ድማ ብከምዚ ዝዕዘብዎ ኣገባብ ዓሲልዎም ኣምሲ ነይሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣብ ቀጻሊ ነዚ ዋዕላ ብዝምልከት ካልእ ዘይዳህሰስናዮም መደባት ክነቕርበልኩም ምዃንና ቃል እናኣተና ኣብ ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰላምታ ይብፃሕኩም።
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاسك برعب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملعاخي طاوخي بنا مستلي فتحي